بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه فرصة طيبة، اللقاء بهؤلاء الإخوة الذين اجتمعوا للتشاور فيما بينهم في أمور مهمة تتعلق بعملهم كأئمة وخطباء مدرسين محفوظين بالقرآن الكريم. هذا اللقاء من أهميته بمكانة لا تخفى، ولكن نسأل الله أن ييسر ما اتخذوا طريقا ومنهجا ساروا عليه في هذه الأمور العظيمة. لا شك أنكم والحمد لله أنكم تمثلون فئات المجتمع، فئات المسلمين في هذه البلاد المباركة. أنتم على شعور عظيم إذا قمتم بما أنزل الله عليكم حسب الاستطاعة والإمكان، فإن المجتمع سيستمر من مجهوداتكم وجهادكم، وإذا صلح أئمة المساجد والخطباء صلح المجتمع. تعلمون أن الإنسان كما يقولون اجتماعي بالطبع، فلا يعيش الإنسان وحده أبدا، لا بد أن نجتمع البعض على البعض ويتعاونوا على مصالحهم الدينية والدنيوية. الإنسان لا يعيش وحده، لا يستقل حتى بأموره، هو لا يستقل بها وحده، إنما هذا مبني على التعاون. ولكن الاجتماع لا شك أنه ينتج عنه بعض الاختلافات وبعض المنازعات وبعض الأمور، فلا بد له من قيادة. هو ولي الأمر الذي يقود هذا الاجتماع، والقيادة لا تقوم إلا على سمع وطاعة، على سمع وطاعة. الاجتماع إلا بالقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود المسلم في حياته ويستحيل على الأخطار البعيدة، يستحيل عليها قادة ينوبون عنه بتصريف شؤونها وتوجيهها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم شعر الصحابة بالفرح، يا أبا المنصور لم يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، انشغلوا بذلك قبل أن يجهزوا الرسول صلى الله عليه وسلم تغسيله وتكريمه والصلاة عليه ودفنه، حتى اجتمعوا واختاروا خليفة لهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاروا خيرهم وأقدرهم على القيام بهذه المهمة الصعبة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقام بالأمر خير قيام،
حصل بوحده أمور لولا أن الله عيض لها أبا بكر لتفاقمت، ولكنه رضي الله عنه بما آتاه الله من الإيمان الراسخ والعلم القديم والثبات على الحق ما مكنه الله من الخروج من هذه الأزمات. فأول شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهل جيشا لمن الروم بيادة أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحجب، ولكن أسامة لم يسر لظروف مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي ينتظر ماذا يكون الأمر. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب الصحابة من أبي بكر أن يبقي جيش أسامة في المدينة قوة للمسلمين، فأبى رضي الله عنه وقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر جيش أسامة، ذهب أسامة رضي الله عنه، وكان في ذلك الخير الكثير للأمة الإسلامية، لأنهم لما رآه الروم والعدو هابوا وقالوا ما فعل المسلمون هذا ولم يكونوا هذا الجيش إلا لقوة فيه، فنفع الله به دون قتال. بمجرد ما رأوا الجيش انهزموا نفسيا، فكان من ذلك الخير الكبير. ارتج كثيرا من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على القتال. أولا منهم من منع الزكاة وقال كنا نؤديها إلى رسول الله، فإذا فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نؤديها لغيره، هذه واجبة، لأنه ارتد قيام من العرب عن دين الله. فعزم أبو بكر على قتال أنبيائه، على قتال أنبيائه الذين منعوا الزكاة والذين ارتدوا. ناقشه الصحابة بهذا ورأوا أن الضرب ما يتحمل، فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقابا أو عناقا كانوا يأذونهم إلى رسول الله لقاتلتهم عنه. قالوا كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلى هنا يشتكي الصحابة إلى هذا الحديث، ولكن آخره إلا بحقها، إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فعزم على ذلك وقاتل أهل الردة والمعطلين للزكاة، نصره الله عليه فسد ثغرة عظيمة انفتحت على الإسلام والمسلمين لولا الله سبحانه. ثم عزم أبي بكر الصديق لما سدت هذه الثغرة، فسدد الله به الأمور ووقد به الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقف عظيمة، الشاهد بهذا أن الصحابة
ما جهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره إلا بعد أن نصروا خليفة لعلمهم بضرورة المجتمع إلى خليفة يخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان في ذلك الخير الكثير مما يدل على أهمية الإمامة في الإسلام وأنها يبدأ بها قبل أي شيء من شؤون الدولة وشؤون المسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث وعظ الصحابة موعظة بليغة كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. فقلنا كأنها موعظة ممتع يا رسول الله فأوصل. قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر هذا أول شيء دل على ضرورة اتخاذ ولي الأمر ووجوب طاعته والسمع والطاعة له لأنه لا يستقيم من لا إله إلا بذلك السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فلا ينظر إلى شخص ولا إلى نسبه وإنما ينظر إلى منصبه وهو الإمام. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عما سيحدث وما لا يجب على المسلمين إذا حدث فإنه من يعش منهم فسيرى اختلافا كبيرا تفرقا في جماعات تفرقا في الآراء تفرقات كثيرة ما الذي يعصم منها؟ عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ في شدة التمسك مثل الغريق الذي وقع في الغرق ومعه حبل إن لم تمسك بهذا الحبل هلك. السنة هي في مثابة الحبل حبل النجاة من الغرق يتمسك بها تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ مع الأيدي من شدة التمسك لأنه إذا هلك الإنسان في الغرق عضوا عليها بالنواجذ. ثم نهى عن بدء السنة إياكم ومحدثات الأمور وهي بدعة المحدثات فلا يقبل في الدين بدعة لا محدثات ولا يقبل فيه اختلافات إنما الدين دين وحدة الكلمة اجتماع الجماعة بعد السمع والطاعة تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما عند الاختلافات والنزاعات والنزاعات. وأنتم تعلمون اليوم ما يحيط بالمسلمين من هذه الفتن الشديدة وهذه المخاطر العظيمة التي تبتلئ المسلمين من جميع الجوانب ما لا يخرجه من هذه الفتن إلا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولي الأمر التمسك بالسنة وترك الاختلافات الناس يختلفون هذه ضرورة يختلفون الناس ولكن ما الذي ينجي من هذا الاختلاف هو الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تمسكنا بها نجونا من هذه الصراعات وهذه الخلافات
فخذوا النجاة بأيدينا ولله الحمد لا تمسكنا به. قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما من عليه اليوم وصحبه. هذا مثل حديث العبارة أنه لا يمكن من هذه الفتن وهذه التفرقات والاختلافات والأفكار إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. هذا هو سبيل النجاة. نحن اليوم كما تشاهدون محاطون بالفتن والشرور وأعداء الإسلام حتى ممن يدعي الإسلام من يكيد للمسلمين ويريد أن يحمل الناس على بدعته وعلى ضلاله وعلى منهجه، ولكن لا قول لأحد ولا نظر إلى مذهب من ذلك طريقة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيها النجاة، لهذا يسمى المتمسكون بها بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذا هو طريق النجاة الذي أنجى الله به الأولين ويمكن به الآخرين إذا تمسكوا به وساروا عليه. ولكن هذا يحتاج أولا إلى علم وبصيرة ومعرفة في السنة وفقه السنة وفقه الصحيح، ثم الدعوة إلى ذلك والأمر بذلك، حث الناس على ذلك. وهذا شأن أئمة المساجد والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل. هذا وقتهم اشتدت الحاجة الآن إليه. فقهوا الناس في هذا الأمر، ردوهم إلى السنة وإلى ما أنقذه الرسول صلى الله عليه وسلم، حذروهم من هذه الفتن والاختلافات. نحن لا ندعو إلى إنسان قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوته، ولا ندعو إلى منهج أو منهج غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو سبيل النجاة. مهما قيل ومهما قيل فينا ومهما رمينا به من الأبقار، فهذا لا يضرنا ما دمنا مقتنعين مما نحن عليه. كل يقتنع بهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، كل يقتنع بهذا حتى المنافقون لا يبقى لهم مجال في هذا، فيكتبون كيفهم في سلوكهم اذا قابلتهم بهذا لن يستطيعوا. وهذا دوركم ايها الائمه والخطباء، وفقكم الله. والحاجه الان مشتده اليكم، تبينوا هذا للناس، حطوهم على تقوى الله، حطوهم على السمع والطاعة لولاة الأمور بزور الجماعة. فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم غلبوه فيها. قال: فمن يحضرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الدرر كلها، ولو أن تعود على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا ما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الشدائد البدع وهو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. جماعة ليست تحت إمام المسلمين لا قيمة لها مهما سمت نفسها.
فكل من شد عن الجماعة تسمعون في خطبة الجمعة وإن شد عليكم بالجماعة أي يد الله على الجماعة من شد شد في النار. بدون جماعة المسلمين وإمام المسلمين والتمسك بالمنهج الصحيح وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تكون؟ إمام وجماعة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاة وطريق السلام، لا طريق غير ذلك. الفتن والفتن كما تعلمون أن الله جرى تزيد في آخر الزمان تتنوع، ولا تقابل هذه الفتن وهذه الفتن إلا بهذا المنهج الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا نفسه ولله الحمد، كل هذا بإله الدين. ما بقي إلا أن نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتفقه فيها ونتمسك فيها وندعو إليها. هذه مهمتنا وهذه هي سبيلة النجاة. سبيلة النجاة من سبيلة نوح عليه السلام لما غمر الماء وجه الأرض فأرض الجبال، قال يا بني ادخل معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت وكان من المنقذين، لأنه شد عن السمع والطاعة وشد عن جماعة المسلمين فغرق مع الكفار والعياذ بالله. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب الجنة أزرعهم قدروه فيها، دعاة كثيرين الآن كل يدعو إلى مذهبه، كل يدعو إلى منهجه، كل يدعو إلى طريقته، ولكن نحن بأيدينا من طريق النجاة الحمد لله. إن تمسكنا انتهينا أولا وتمسكنا بإلهنا، ثم لا يقتصر الأمر علينا أن كلنا يقول أنا ما عليك من نفسك، لا عليك من المجتمع، أنت مسؤول عن هذا المجتمع بحسب مقدرتك بحسب ما ولاك الله عليك، فليكن همكم والمساجد الآن بأيديكم والمنابر بأيديكم، اجتمع الناس عندكم يصلون وراءكم ويستمعون إلى خطبكم تحت المنابر، يستمعون إلى توجيهاتكم، فاعرفوا مكانكم واعرفوا مسؤوليتكم نحو هذه الأمور، الإمام والخطاب، وكذلك التعليم الذين يعلمون في المدارس ويعلمون في المعاهد والكليات عليهم مسؤولية عظيمة مع الطلاب، المدرس قدوة، المدرس موجه، المدرس متحدث فهو قدوة عظيمة وعليه مسؤولية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع على أهل البيت مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت في إمامة النفس وفي خطابة النفس راع، الذين عندك رعية تقودهم وتوجيههم، ديننا دين الاجتماع على السمع والطاعة وعلى العبادة، ولهذا شرع الله لنا الاجتماع خمس مرات في اليوم لصلاة الفرائض، شرع لنا الاجتماع الأسبوعي لصلاة الجمعة
شرع لنا الاجتماع العالمي للحج والعمره اجتماعات، كذلك الاجتماع لصلاه العيدين اجتماعات، بعضها اكبر من بعض اوسع من بعض. فالمسلمون جماعه ولله الحمد، جماعه يوميه، جماعه اسبوعيه، جماعه حوليه، كل ذلك لاجل التعاون على البر والتقوى، لاجل التناصح، لاجل التعاون فيما بين المسلمين. فاذا ضيعنا هذه الاجتماعات او لم نستغلها فان الخلل سيبدا، وسيبدا التفرق، وسيتمكن اصحاب المحن والمذاهب والافكار المنحرفه من تنفيذ رغباتهم في المجتمع. اما اذا حفظ على هذه الاجتماعات التوجيه السليم والراي السديد بدايه من مسجد الصلوات الخمس الى الجمعه الى الحج والعمره الى صلاه العيدين في البلد، هذه كلها من اجل الترابط بين المسلمين وعدم التفرق والاختلاف. نوصى النبي صلى الله عليه وسلم للجماعه وقال فانما ناخذ الذئب من الغنم القاصي، الذي يتخلف عن الاجتماعات هذه ياكله الذئب، وذئب الانسان هو الشيطان، الشيطان ذئب الانسان، حاول ان يخرجه من هذا الاجتماع ليستولي عليه ويستولي عليه. لكن اذا لجا المسلم الى هذا الاجتماع قرب الشيطان وتركه فنجا من كيد الشيطان، فهذا امر عظيم. وانتم ادرى بهذا، انما احببت التذكير لكم فقط، والا فانتم ادرى بهذا. فمهمه الخطيب، مهمه امام المسجد، مهمه المدرس، مهمه الداعيه الى الله، مهمه كل مسلم بحسب مسؤوليته في المجتمع وبحسب ما اتاه الله من علم، مسؤوليات عظيمه. الله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ما يكتب الانسان لنفسه، لا بد من التعاون مع اخوانه. ولهذا حثنا الله ورسوله على الجماعه، ولازمة الجماعه، ورسم لنا طريقا نسير عليه، وان هذا صراط مستقيم تتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن نقرا في كل صلاه، في كل ركعه من ركعاتنا صلواتنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا. المغضوب عليهم هم الذين اخذوا العلم وتركوا العمل، وفي طبيعه هؤلاء اليهود فانهم اخذوا العلم، هم عدلاء ولكنهم ليس عندهم عمل، فهم مغضوب عليهم لانه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولو الضالين وهم النصارى وكل من يعمل بالبدع والمحدثات ويترك السنه فانه ضال، ضايع. الضال هو الضايع الذي يسير على غير طريق، على غير هدى. وفي هذا السلك المبتدعه والصوفيه والرهبانيه وكل من عبد الله على جهل هو ضلال. الامر في هذا واضح، وانتم ولله الحمد قائمون على هذا المجتمع، كل على حسب مسؤوليته وكل على حسب العلم. فإذا تضاقت الجهود
وتعاونتم على ذلك وتشاورتم فيما بينكم فإن هذا هو سبيل النجاح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حصل الدين بالنصيحة، والنصيحة هي الخلو من الغش، السلامة من الغش. النصيحة هو الغش. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. نصيحة لله، طاعته، ابتداء اوامره، ترك نواهيه، فعل ما امر به، ترك ما نهى عنه. هذه نصيحه لله، خالي من الغش والضياع والبدع. النصيحه قال لله، والكتاب القران الكريم تعلمه وتعليمه والفهم معناه والعمل بما فيه، هذا من النصيحه لكتاب الله عز وجل. ولرسوله اتباعه وطاعته تصديقه ومحبته صلى الله عليه وسلم الاقتداء به، من النصيحه للرسول صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور نصيحة لهم بالسمع والطاعة بالمعروف وأداء الأعمال التي يربطها بالموظفين، لأنها أمانة. الله جل وعلا يقول لهم، يقول لولاة الأمور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن توكلوا الأعمال إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب، أعمال الوظائف. هذه أمانة، ليس وظائف فقط أو مرتبات أو ترفيعات، لا، هذه أمانة. فوليتها، أديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى، تؤدي الأمانات إلى أهلها. ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين علمهم عليه الحق، نصيحة لهم بالتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والإيجاب الذي أحسن. فهذا هو طريق النجاة للفرد وللمجتمع. وأنتم قادة المجتمع للإمامة والخطابة والدعوة إلى الله عز وجل، فاعرفوا موقفكم ومسؤوليتكم، وأن الله سيحاسبكم يوم القيامة عما ولاكم عليه، وكل عليه مسؤولية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الموازين حسنة. وإذا هناك بعض الاستفسارات والأسئلة من الإخوة المشاركين كانت معنا في الصباح أثناء جلسات وحلقات النقاش، استأذن فضيلتكم بعرضها. السؤال الأول: ما هي صفات دعاة الفتن؟ نعم، ما هي صفات دعاة الفتن؟ صفات دعاة الفتنة واضحة. دعاة الفتنة، الفتنة هي خلاف السنة، الذي يدعو إلى بدعة، يدعو إلى مذهب أو إلى منهج يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء دعاة الفتنة. كل من دعا إلى مذهبه أو إلى منهجه وهو يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه من دعاة الفتنة. نعم. تقديم الدعم المادي أو المعنوي للجماعات خارج المملكة وتسهيل وصول المال إليها، هل يعتبر من الخروج على ولي الأمر؟ نعم، يعتبر من الإثم والعدوان. الله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يريدهم بالرأي أو بالتشجيع أو بالمال فهي متعاون معهم، والواجب البعد عنهم.
التحليل بينهم الذي يساعدهم بالكلام أو يؤلف مذهبهم أو يعتذر عنهم أو يمدهم بالمال، هذا متعاون مع دعاة الجسم بلا شك. نعم. هل من توجيه الخطيب الذي لا يدعو ولي الأمر؟ السلف يقولون إذا رأينا الخطيب لا يدعو لولي الأمر انتهينا، يعني انتهينا بمذهب الخوارج الذي لا يدعو لولي الأمر هذا هو منهج الخوارج، وإلا منهج السلاح فهو منهج الخوارج. نعم. يذكر البعض هذه الأيام أن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب هي السبب في الفتن التي تقع في العالم وتحت مظاهر التفكير. على كل حال ما هو الأول من عودي من دعاة الإسلام؟ الشيخ له سلف وله أئمة وله سابقون، حتى الرسل عليه الصلاة والسلام لهم أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا كان الرسل لهم أعداء يعادونهم وينادونهم فأتباعهم من باب أولى، فلا يستغرب أن يكون للشيخ خصوم وله أعداء، لأنه يدعو إلى الإصلاح وهم يريدون الإفساد، لا يريدون الإصلاح يريدون الإفساد، فلا يستغرب هذا ولا يضر الشرك. والدعوة واضحة ولله الحمد، ومؤلفات الشيخ موجودة تقرأ ويرى فيها ما يقال عنها من هذا الكلام انها تكفيريه، وان يقرا كلام الشيخ تقرا الدرر السريه التي الان يحاربونها ويكذبونها، تقرا يقراها اهل العلم، لا يقراها المتعالم والذي في نفسه الهوى، لا يقراها العالم المتجرد طالب العلم الذي يريد الحق يشوف هل فيها ما يقال عنها. هذا ما هو غريب انهم يقولون عن دعوه الشيخ عن مؤلفات علم الدعوه عن دور السريعه عن غيره، ما هو غريب، ولكن هذا يعرض على ما في مؤلفات الشيخ ومؤلفات علم الدعوه، فسيرى انه كلام لا اصل له. هي تنبي عن نفسها ولله، هي تنبي عن نفسها، إلا إن كانوا يريدون أن التمسك بالسنة أنه غلو وأنهم تقرب فهذا شيء آخر. إن كانوا يتهموننا بشيء هي بريئة منه فهي تنبي عن نفسها والحمد لله. نعم. يذكر البعض فضيلة الشيخ أن التحدث عن السمع والطاعة لطلاب جماعة التحرير هذا فوق الصواب، فما توجيه قول الشيخ؟ ما التحرير يلقنون هذا الشيء، يلقنون ويخبرون هذا الشيء، وإن كانوا الآن يعني لا تصل إلينا الأمر، لكن في المستقبل إذا ارتكز في إذا ارتكز في بطنهم وعقولهم رجعوا إليه. أجمد الغرس الزرع الذي يزرع ثم يذكر بما معنى، والشباب والصغار أحفظ للوصية وأحفظ لما يلقى عليهم، فهم أحرى بأن يعتنى بها وأن تغرس العقيدة في قلوبهم، وأن يحفظوا كتب العقيدة المختصرة لتتركز في الآن، وإن كانوا الآن قد يقل فهمهم منها، لكن في المستقبل إذا حفظوها في المستقبل يجدونها ذخيرة وسلاحا بأيديهم. نعم. فضيلة الشيخ، بعض من يذهب من شبابنا إلى بلاد الفتن يبايع أمراء الجهاد بزعم
هل هذا من خلع البيع لولي الأمر؟ هؤلاء الخوارج اللي يذهبون إلى قادة الفتنة ويبايعونهم، هذا خروج صريح، هذا مذهب الخوارج، نسأل الله العافية. نعم. هل يجب على الإمام المسلم التحذير من الجماعات والفرق والفرق والأحزاب؟ نعم، إذا انتشر هذا بين الناس والناس الآن كما تعلمون يصل إليهم الشر في عقر بيوتهم في وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، فيجب التحذير من هذه الأمور وهذه الوسائل لئلا تتسلل إليهم وإلى عقولهم. يحذرون منها والنظر فيها والاستماع إليها، أو يخلع البيت منها ولا يترك منه شيء بين أيدي الأطفال والذرية، من التربية ومن النصيحة للرعية التي تحت يده. نعم. السائل موضوع ما معنى قول صلى الله عليه وسلم مات من الجاهلية؟ يعني انه على خصلة من خصال الجاهلية، ما هو معناه انه يصير من اهل الجاهلية من كل وجهة، انه يموت وفيه خصلة من خصال الجاهلية. نعم. وهل من نصيحة او توجيه للقائمين على المكاتب التعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن حول الأحزاب الوقت التي تحصل الأيام؟ نعم، عليه مسؤولية عظيمة أنهم يوجهون ويرشدون ويحذرون الانتماءات إلى هذه الجماعات والفئات، يحذرون من تحت أيديهم، يحذرونهم منها، هذا واجب عليهم. نعم. سائل يسأل ما رأيك في من يستخدم منبر الجمعة لتصفيه الحسابات وتحويل الى منبر سياسي؟ تصفيه الحسابات، ما هي الحسابات؟ ومنبر سياسي ايش معنى؟ يعني يعرض الاحزاب والوقائع ويحدد الاشياء. يحدد منها، يعرف الاشياء اللي يحدد منها وينبه عليها. طيب. نعم. خارج عن موضوع الشيخ، أننا يقول ما هو أخطر ما يواجه الدعاة في هذا الزمان؟ لا شك أن الدعاة في هذا الزمان يواجههم مخاطر عظيمة من أعداء الدعوة ومن أصحاب الأهوى ومن أهل الضلال، سيواجههم ولكنه يصبر على هذا لأنه في سبيل الله عز وجل، ولا يدعو إلى نفسه أو طائفة معينة، إنما يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. نعم. أيضا يسأل البعض عن مبايعة رؤساء الجماعات الإسلامية وأصل العقود والمواثيق معهم. ليس هناك بيعة إلا لولي الأمر، ما هناك بيعة إلا لولي الأمر، البيع بولي الأمر. أما الانضمام تحت أوامر الذين يوجهون نسبهم ولي الأمر، الذين ينصبهم ولي الأمر على جيش أو على سرية أو على أمر من الأمور، طاعة هذا من طاعة ولي الأمر لأنه نائب عن ولي الأمر. نعم. من هو ولي الأمر الذي يجب علينا طاعته ونأثم بمعصيته؟ الأمر هو الملك هذه البلاد الذي له البيعة على المسلمين وعلى أهل هذه البلاد.